تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. ارتفع عدد ضحايا الضربات الروسية التي استهدفت مشفى كفر تخاريم الجراحي ليلة أمس إلى 15 مدنيا، كما جرح عدد آخر. وأدت الضربات التي استهدفت المشفى بشكل مباشر إلى خروج المشفى عن الخدمة، محدثة فيه دمارا هائلا، في حين ما تزال الحصيلة الحالية غير نهائية لوجود إصابات حرجة بين الجرحى. أعلنت الخارجية الكازاخية إجراء جولة مفاوضات جديدة حول سوريا في إستانا يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل، لتكون بذلك رابعة جولة من مفاوضات إستانا منذ انطلاقها في شهر يناير كانون الثاني الماضي لتثبيت وقف إطلاق نار هش في سوريا. وكان وزير خارجية كازاخستان أكد الأسبوع الماضي أهمية توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية إستانا لتسوية الأزمة الدائرة في سوريا. أعلن التلفزيون العراقي الرسمي أن القوات الأمنية العراقية شرعت بعملية عسكرية ضد تنظيم داعش لتحرير قضاء الحضر جنوبي الموصل شمالي العاصمة بغداد. وتخوض القوات العراقية منذ منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي معارك لتحرير محافظة نينوى من احتلال داعش، وسجلت تفوقا كبيرا بتحرير مساحات شاسعة وأبنية حكومية وخدمية. انطلق في جنيف مؤتمر المانحين لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وكشفت الأمم المتحدة عن وجود ما يقرب من 17 مليون نسمة يفتقرون إلى الأمن الغذائي، بينما أكد أمينها العام أنطونيو غوتيريس أن اليمن في حاجة لمساعدات إنسانية بأكثر من 2 ملياري دولار لإنقاذ السكان من خطر المجاعة. وخلال المؤتمر أعلن ممثل السعودية أن المملكة ستتبرع ب 150 مليون دولار، كما أعلنت الكويت التبرع ب 100 مليون دولار وألمانيا ب 50 مليون دولار. قالت الشرطة الإسبانية الثلاثاء إنها تنفذ عملية مكافحة للإرهاب على نطاق واسع تتضمن عمليات توقيف ودهم على مشارف برشلونة في شمال شرق البلاد. وذكرت الشرطة الكتالونية في بيان أن المحققين كشفوا بالتعاون مع القضاء البلجيكي أدلة يمكن أن تثبت انتماء موقوفين إلى منظمات إرهابية. حذر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كوريا الشمالية من أن قواته على أتم الاستعداد لمواجهة استفزازاتها، إذ من المتوقع أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أو تطلق صاروخا باليستيا قبل أو بعد الذكرى السنوية 85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي التي توافق اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.